لحسن الحظ اخذ المبادره المجلس النواب قيام الكابيتال كنترول. شو معناتها؟ معناتها بلش المصاري تباعا شيء قدام شيء، وصار بالمناسبه الكابيتال كنترول صارت مؤخرا مش من زمان بقبرص، شيء قدام شيء بتبلش تطلع المصاري. مصرف المركز المبادره اللي اخذها سنه من يومين عبر توفير 100 مليون دولار للسوق كمان فيها في مرونه، يعني عم بصير في مبادرات اصلاحيه فعليه لترميم الثقه بالنقديه المصرفيه الماليه، ما خصوا البنك المركزي. انا ما شايف بعد، انا عم بحكي من خبرتي او بما يتعلق باطلاعي، ماني مطلع حقيقه على الماليه العامه شو عم بيعملوا لمعالجه الدين، الا حاليا عم يشتغلوا لمعالجه جزئيه معينه من الدين اللي هي اعاده هيكله او لا. في سؤال يمكن جواب على بعضه، مفردات نسمعها هيركات، كابيتال كنترول، هيكلة، جدولة، رسملة، هندسة وغيرها وغيرها، هذه المفردات هي من اختصاص من؟ وما هو دور مصرف لبنان في تحديد الفائدة للمصارف؟ كل واحدة محاضرة، بس أجرب على السريع. الهيركات هو تعبير مستخدم عادة لاقتطاع جزء من الدين القائم، إما اقتطاع جزء من البرنسيبل من المبلغ الأساس أو من الفائدة. لكن الهيركات ما بمس ودائع المواطنين، الهيركات بمس الناس اللي ماخذين سندات الخزينة، إن كان سندات خزينة أو يوروبون، يعني الاي او يوز تبعوا الدوله اللبنانيه. لكن وهذا بصير بالمناسبه، ما بصير هيركات هيك لحاله بمعزل عن اي شيء ثاني، بصير بسياق متكامل، اما اعاده هيكله او جدولي. نوصل للجدولي والهيكله. الجدولي سمبل ستريت فورورد، دوله مثل ما فرد لسبب او لاخر، فرد راح مواطن او شركه ما قدروا يوفي بالتزاماتهم الشهرية، إذا كان في قرض شهري شهر اثنين ثلاثة ما قدروا يوفوا، بروحوا لعند البنك، ولا صار لسبب ظروف معينة نحن أنا بحاجة لجدول هالدفعات، فبتطلع نفس المبلغ يعاد جدولته عادة على أجال أطول، مش بس ثلاثة شهور. يعني لما الواحد شهر واثنين وثلاثة ما بيقدر يدفع، معناتها بحاجة ليرتاح أكثر. اللي بيصير انه بيتجدول على اكثر، مش انه بياخذ السندات الثلاثه بحطهم بالاخر بس، لا، يرجع يعاد الجدول تبع القرض. الجدول ليش بقولوا جدولي؟ لانه هو بيكون بموجب جدول الاستحقاق، التاريخ الفلاني، قديش المبلغ، قديش الفائده الى اخره، فيعاد جدولته. الهيكله شيء ثاني، الهيكله از جدولي بلس. الهيكله هي ريسكيدجولينج از ريستراكشرينج ايكوالز ريسكيدجولينج بلس. شو البلس؟ لما يكون في شخص او شركه مش كثير موثوق بالكريدت وورثينس تبعيته او ديفولتد مره واثنين وثلاثه، وما عاد هيدا البورور، هيدا الكريدت، الناس الشخص اللي اقرضه اعطاه، ما عادش كثير عنده ثقه فيه، شو بيقول له؟ جيب لي شيء ثاني، ضمانه ثانيه. نفس الشيء هون ريستراكشرينج بتقول للدوله جيبوا لي ضمانه ثانيه. بس سوء الحظ الدولة العادية بلبنان ما في ضمانات تانية إلا اثنين فقط بكل لبنان، عادة بيجيبوا بروسيدز تبع الكهرباء تبع المي إلى آخره، الضرائب من محل معين. لبنان بس في شغلتين، بروسيدز تبعوا الميدل إيست تبعوا كازينو لبنان، هودي الشغلتين الوحيدتين المضمونين إنه في ستريم موثوق وجاي ويز كوانتيفايبل ممكن ينعمل. قصة الهاتف هذه مش وين جمعهم؟ لانه كمان حتى موضوع الهاتف، مو الهاتف لمين وكيف وعلى اي اساس، فكمان لهي لانه هيدا ما منه من الشغلات المطروحه. شبك كابيتال كنترول فسرناها، سوا فسرناها الهاتف، لانه عندنا كم كبير من الاسئله بدك تختص. لا تفضل. لا حكينا كابيتال كنترول، بقول عم بسترجع شو كابيتال كنترول، هير كات، ريستراكشرينج، ريسكيدجولينج. مش الحال.
خلص عفيناك من الباقيين. لا لا شو الباقيين بلكي مهمين ما ابدا لا والله خلص ذكرونا في شيء. Next question. الحقيقه اختصرها يعني ما اني بالاخر ما كنت تطلع مني زعلانين بالاخر لانه في فرزنا للاسئله طلع لنا شيء 45 سؤال تقريبا وهونيك في بعض الاسئله مقارنه طبعا بدنا نعتمد نموذج واحد من هذه الاسئله. هناك اسئله لم استطع قراءتها فارجو المعذره وفي عندنا عدد كبير من الاسئله يعني الوقت فنعتذر سلف. السؤال ما في مصاري ان الحقيقه هي العواطف الاسلام هذا الواقع الذي نعيشه هو نتيجه حكم فاسد زرعته القوى السياسيه منذ فتره طويله. انتهى السؤال. انت جواب بس الا على الشق الاول ما في مصاري في مصاري انا عم اقول باستثناء هيدي رح علق عليها انا اي اجري بتصور بمقدمتي حكيت بوضوح عن تشخيصي اللي نحن ليش وصلنا لهون. المصاري موجوده بس بدها وقت لحتى تجي على ايدينا كلنا يعني انا كمان مواطن نفس الشيء مواطن حاليا متقاعد فنفس الشيء مثل اي حدا تاني ما حيكون عندي اكسس على مصرياتي كلها الا تباعا. هلا بعدهم عم ينزلوها منز لكن تباعا مثل ما بصير مثل ما رح يصير ان شاء الله بتصير موجوده متوفره بايدينا كلنا. المده الزمنيه تقريبا تعتمد لما كثير سؤال محله بدنا نشوف لما تزيد تاخذ هيك قرار يو كم اب وذ بوكس ساعتها بتقدر تعرف. هلا لانه ما في شيء واضح انا ما يعني ما عندي اطلاع لاقدر اقول لك بس بتوقع مش اقل من سنه عم بتوقع عم ما عندي اطلاع على ارقام بس ما بتوقع لانه طبيعي هالشيء صار لي مثلا شفت ببلاد الثانيه اللي صارت هالشيء بتكون شيء قدام شيء لانه ولا بنك من البنوكي بالامكان انه يوفر لك السيوله كلها غب الطلب. المصارف شو بتاخذ عاده؟ المصارف اللبنانيه لحد كبير از بلين فانيلا بتاخذ وديع بتحطها قروض. هلا القروض ممكن تكون للقطاع الخاص مثل ما هلا سميت حوالي 55 مليار دولار للقطاع الخاص او للقطاع العام تحديدا سندات الخزينه اللي حوالي 30 مليار وفاصل شيء 30 مليار. بلين فانيلا ما في شيء البنوكي بس طبعا على طمعها وجشعها غير المحدود. المصرف المركزي حاطط جريب على المصارف ما خليهم يفوتوا خلال فترات ماضيه لديريفاتيفز ولهدول الفيري سوفيستيكيتد برودكتس صارت توكسيك اسيتس مثل ما صار بالولايات المتحده الامريكيه بالجلوبال فاينانشال كرايسيس عشان هيك قدر لبنان يطلع خارجها. بما انه في وديع وفي قروض الوديع معدل التنير معدل الماتشوريتي ليفل تبعول القروض بلبنان حوالي 60 نهار شهرين معدل في شيء شهر في شيء اكثر بس اون ذا افريج 60 نهار كان 45 نهار زاد اكثر صار 60 عشان الفوائد العالية. بالمقابل في قروض عندك على اجال كثير طويله قروض سكنيه تمتد لحد 30 سنه في قروض سيارات 5 سنين او 3 سنين قروض تانية كل أنواع القروض كمان سنة اثنين ثلاثة أربعة حسب غير قروض الشركات. طب أنت عندك قروض على أجال قصيرة وعندك عفوا قروض على أجال طويلة وودائع على أجال قصيرة فأوتوماتيكلي بيكون عندك ميس ماتشينج أوف ماتشوريتيز يعني ما حيكون الأجال منها متناسقة منها متناسقة لذلك طبيعي إنه ما يكون في افيلابيلتي كلها منها غب الطلب. ما في حدا يقدر يجي غب الطلب اعطيني كل مصرياتي باي بنك بالعالم باي لحظه من اللحظات. اللي بده يصير عن طريق اعاده رسمله المصارف مثل ما طلب مصرف لبنان 10% الاولى رسالة يعني عم تحكي انت خلف حيكون في 4 مليارات دولار ضخ بالمصارف صار اول نص منهم بكانون اول النص الثاني متوقع يصير بحزيران. اضافه لهيك بتكون في شغلات عم تسترد عم تندفع فبصير في سيوله فهيدي السايكل هيدي السايكل بطيئه
فما عندي فكرة قديش بالضبط الأرقام وأي كيف عم تبرم الconversion ratio تبعيتها الperiod تبعيته ما عندي إياها. لذلك أنا بقول لك القليلة اللي فيها ما عندي فكرة عن الأرقام حتى أدى جاوب بدقة. أقول لك تصوري ما حتكون أقل من سنة بس ما بعرف قديش. عفوا مش انا عم باخذ اسئله لا تلخزون. انا اخذت السؤال بعتذر دكتور حسن برايك بس بعتذر ما السؤال بيكون عن طريق شكرا حسن. برايك الى متى سيبقى سعر الدولار مرتفعا وهل ممكن ان يثبت على سعر 2000 حسب ما يقولون او فتره وسيرجع سعره مثل الاول؟ انا بقرا السؤال كما هو. سعر صرف الليره مش قرار مجلس مش قرار البنك المركزي. بتنفذ البنك المركزي قرار الحكومة. القرار ليش إصرار البنك المركزي اليوم إصراره على 1507.5 كمعدل وسط؟ لأن الحكومة سنة 98 أخذت هالقرار، فالبنك المركزي كمؤسسة من مؤسسات الدولة بنفذ قرار حكومي. إذا لسبب أو لآخر استنسبت الحكومة لأي اعتبار تغير سعر الصرف بأي اتجاه ساعتها البنك والكومبلاي. شكرا. تحويل الأموال الضخمة خارج لبنان من قبل المصارف، ألم يكن لمصرف لبنان قدرة على منعها؟ لا ما في على الإطلاق. بس لتعرفوا سريعا تعرف كمان الآلية، بدي حول المصاري من بنك اكس بلبنان لبنك واي هون، كيف بتصير الآلية؟ بعطي اوردر انستركشنز لبنكي حول لي من هيدا البنك من بنكي هالقد مصاري لحسابي بأمريكا، بيطلع من البنك من حسابي بالفرع الفلاني عن طريق الإدارة العامة through swift. swift هو system، swift system ل correspondent bank هون، city bank، bank of america، chase، whatever، أي